ارتئينا انه نجمع عيناتنا بشهر رمضان. ليش؟ انه عيناتنا تحتاج الى صيام 12 ساعة. فانت لما تريد تجمع عينات من المرضى مو دائما يكون صحيح صائم مثل ما احنا نريد 12 ساعة. قد يكون ممتنع عن الاكل والشرب صحيح، لكن ما يقدر يمتنع عن التدخين، فهاي توقعنا ايضا بمشكله. فارتئينا انه تكون بدايه شهر رمضان. سوينا هاي المبادره اولا لجمع عينات البحث، وثانيا لانه بشهر الطاعه والغفران راح اسوي له تحليل سكر الصيام، اسوي له تحليل السكر التراكمي، اسوي له تحليل وظائف الكليه، اسوي له تحليل الدهون الشامله، وايضا تحليل فيتامين دي ونسبه فيتامين دي بالضبط. اذا اريد نحسبها كتكلفه ماديه ايش قد تكلف هذه؟ تقريبا ما يقارب 50 إلى 60 ألف دينار كل فتحة. يعني هي مبادرة، قلت لك يعني مبادرة إنسانية بحتة. يعني هنالك الكثير من المرضى الذين يعني تتعذر يعني إمكانياتهم المادية غير قادرة على إجراء هذه التحليلات بسبب ارتفاع هذه الأسعار. فهاي المبادرة هي قلت لك فريدة من نوعها، ومبادرة إنسانية. نتمنى على الآخرين أصحاب المختبرات أن يحذون حذو الأستاذ سنحاري.